شوفي لي هذا اللي موجود هنا، الوسيط للبيانات التالية يساوي، هاي مش مسألة هاي. ليش؟ لأنها عبارة عن شيء مباشر. كيف نطلع الوسيط؟ بنرتبهم تصاعدي يلا أو تنازلي. مرتبين ولا مش مرتبين؟ بس التسعة أربعة. إذا لازم أرتبهم. إذا واحد دقيقة، واحد اثنين أربعة تسعة 15. عددهم فردي ولا زوجي هذول؟ فردي. شو عددهم؟ عددهم خمسة. إذا في وسيط واحد بس اللي هو مين؟ أربعة. إذا ألف صح. هذا مسألة هاي؟ الجواب لا، لأنه هذا مباشر. تعريف الوسيط، إيش تعريف الوسيط؟ هسا في منكم لما يجي بيحلوا في الامتحان هو بيقرأ كيفه، بيقرأها الوسط الحسابي. هي مش وسط، وسيط. الوسط المتوسط. الوسط هي نفس الشيء، المعدل. يلا بقول لك جدول تكراري. شايف هذا هاي المسألة ما مرت عليكم. جدول تكراري، طول فئته سبعة، طول فئته سبعة. إذا أخذت منه فئة مركزها 18، الفئة مركزها قديش؟ 18. فإن حدود تلك الفئة ممكن شو تكون؟ إذا ما بدك هيك ممكن تفكر بطريقة ثانية، طلع على البدائل. مظبوط، هاي طريقة التفكير العكسي، رجعت بالعكسية. احنا كيف نطلع مركز الفئة؟ نجمع الحدين ونقسم الحدين، مشت بالعكسية. طب هاي مش على المسألة، هاي سؤال ما مرش علينا. في ناس بفكروا بطريقة مختلفة تماما، بيطلعوا على البدائل. اجمع 16 زائد 22 بيطلع 38، تقسيم 2 قديش؟ 38 على 2 قديش؟ جيبوا أولادكم الحاسب معاكم. يعني هاي طريقة ثانية، إني إيش أسوي؟ يعني أقعد أجرب، أقعد أجرب. يلا 15 بيطلع 27، تقسيم 2 27 تقسيم 2 26 عفوا 36 تقسيم 2 18. إذا بالي صح. هاي طريقة كمان إني أمشي فيهن، يعني أقعد أجربهن واحدة واحدة لحد ما يخلصن. يعني مش شغلة صعبة، يعني طريقة التفكير هون مش وحيدة، هون بيسأل مشهد بالعكس. شوفي هذا السؤال، بيقول إذا كانت ألف وباء وجيم ثلاث نقاط في المستوى، بحيث أن ألف باء 3 سنتي، باء جيم 4 سنتي، ألف جيم 7 سنتي، فإن ألف وباء وجيم تقع استقامة واحدة، ألف وباء وجيم تشكل مثلثا قائم الزاوية، ألف وباء وجيم تمثل مثلثا حاد الزوايا، ألف وباء وجيم تشكل مثلثا منفرج الزاوية. أي واحدة صح وليش؟ قائم الزاوية لا، قائم الزاوية عملت في دغورس ما بتحصل. هي طبقت في دغورس فقال يعني مين الكبير؟ الكبير 7. إذا هذا الوتر، يعني متوقع إنه الوتر. طيب ألف هسه من ألف لجيم تقع استقامة واحدة. طب ليش الباقيات غلط وهاي اللي صح؟ أخذتوا شيء اسمه متباينة المثلث ولا سمعتوش فيها؟ متباينة المثلث. ما سمعتوا متباينة المثلث؟ متباينة المثلث بتحكي إنه مجموع طولي أي ضلعين في المثلث يجب أن يكون أكبر من طول الضلع الثالث. كيف ما أخذتوهاش؟ الحمد لله ما أخذتوها يعني. طب طبقيها هون، طبقيها هون بيطلع 7. إذا مستحيل يكون مثلث. شفت كيف طريقة التفكير؟ طريقة التفكير هنا إنه أنا مش مستحيل إنه هذول يكونوا مثلث أصلاً، لأنه مجموع الأربعة والثلاث بعطي 7، 7 مستحيل تكون ضلع مثلث. ثلاثة زائد أربعة 7. هنا تساوي، إذا مستحيل يكون مثلث معناته الثلاث بدائل هذولا باء وجيم ودال غلط. بدون ما تكون يعني تشاطر فيها. هلايات أنت هنا عندك ألف باء طولها 3 سنتي، وباء جيم 4 سنتي، وألف جيم 7 سنتي، مين من هذولا صح؟ سلامة الله. هو محاضرة. إذا شوفي هسه هذول الثلاثة، هذول الثلاث لا يمكن يكونوا مثلث.
إذا كنت ثلاث بدائل هذول كلهم غلط أصلاً. لأنه متباينة المثلث شو بتحكي؟ مجموع طولي أي ضلعين في المثلث يجب أن يكون أطول من طول الضلع الثالث أو أكبر من طول الضلع الثالث. إذا هذول القياسات لا يمكن يكونوا مثلث. خلص إذا البدائل هذول كلهم. يلا اللي بعدها. إذا كانت درجة حرارة جسم 30 درجة مئوية فما هي درجته بالحرارة بالفهرنهايت قديش؟ أكتب القانون. إيش الاستراتيجية اللي استخدمتيها؟ كتابة القانون. كتابة علاقة. قديش بطلع الجواب طيب؟ لا لا هاي مش ورقة عمل هاي. قاعد بسجل فيها أنا عموما يعني. 30 درجة قديش بتطلع بالفهرنهايت؟ ضرب أول ضرب أول اعملي جوا الأقواس وجواب اعملي بكسور خلي كسور لآخر شيء نقلين القانون كيف كتبتي لحظة شوي لحظة شوي اكتب القانون بالأول نقلين القانون المئوي المئوي ضرب 9 على 5 زائد 32 مظبوط هيك؟ شوف هسه مين الأولوية لمين؟ ممتاز. الآن باجي كم أنا بعطيك المئوي 30 تضربيها في 9 على 5 وبتجمعيها 32 هسه 30 ضرب 9 على 5 هاي ممكن تعمليها على الكالكوليتر إذا بدك يعني إذا ما بتعرفيش تسويها بس هي بتنعمل على 5 فيها 1 على 5 فيها 6 بيطلع 54 لا تعملي 30 ضرب بين قوسين 9 على 5 أو بتجيبي آلة من اللي فيها كسور عشرية أو كسور عادية عفوا أو بتعملي بالعكس بتعملي 9 على 5 بالأول بعدين ضرب 30 لأنه إذا عملتي 30 ضرب 9 بروح الآلة شو عاملة؟ ضرب 30 ضرب 9 لا ما أنا بتعطيك نفس الجواب كمان على 5 بتعطي نفس الجواب ما بدناش إحنا نوقع في مطب إنه يكون في ترتيب غلط إذا شو طلع الجواب النهائي؟ 86 إذا دال صح هذا مباشر سؤال أتوقع كثير مباشر يلا اللي بعده هذا انسين بس الوحدات المترية واللتر الوحدات المترية والقدم لا بقول لك الوحدات المترية واللتر كيلو جرام لجرام بس هذول مطالبة حفظهم يعني حفظ لازم تكون حافظتيه ما بنعطيك هنت عليه نهائيا انت لحالك لازم تعرفيها هذلك ما يعني حتى لو اجين يعني شو بدي يجي ما اظنش يجي حتى لا قدمه هذا يعني مش ضروري احفظهم يعني خليكي على السنتيمتر متر والسنتيمتر مربع المتر مربع الكيلومتر الكيلومتر مربع المكعب بس يعني الحجوم مساحات اطوال يلا 300 سنتي كم ديسي 30 على 10 ها 300 على 10 سنتي اذا ايش الجواب 30 اذا جيم صح هذول مش اسئله هذول مش مسائل لحظه هاي مش مسائل كلها عبارة عن أسئلة مباشرة مجرد قانون بطبقه وانتهى الإشي يلا اللي بعديها إيش بحكيك السؤال هون تبي ما قلت لك طلع قيمة سين ولا قلت لك طلع قيمة صاد أقول لك سين زائد صاد قديش لازم يكون 240 ليش لأنه 60 المجاورة إلها قديش راح تكون هاي 120 والمقابل إلها بالرأس راح تكون 120 240 إذا الجواب 240 درجة يعني مباشر جدا طيب اللي وراه الهدف تطبيق الرياضيات خارج نطاق الرياضيات هذا الهدف يرتبط بمعيار شو رايكم انتم في هدف واحد مدرس حاطط هدف في تدريسه انه نطبق الرياضيات خارج نطاق الرياضيات هل يدخل هذا ضمن التمثيل ولا حل المشكلات ولا التداخل ولا التبرير تداخل مش حل
تداخل لانهم يعني ترب ترب تدخل مع ماده واضح الهنت موجود موضوع يعني بقول لك انا بدي ادرس الرياضيات مع موضوع ثاني من خلال مثلا العلوم من خلال الجغرافيا من خلال الماده الثانيه معناته انت قاعد تدخل في موضوعات مختلفه يعني احنا هيك التمثيل بيكون ضمن الرياضيات نفسها يعني حفظ هدول الاداء مش حفظ فهم فهمت الحلال يعني مفهوم الترابط الرياضي فهمتي شو هو الترابط الرياضي كل مترابط المواد طب انا جبت لك اياها بصياغه ثانيه بس ما قلت شيء غير الصياغة الثانية. يلا الهدف يتعرف الطالب خصائص الطول والحجم والوزن والزمن. قياس صح؟ لا طبعا قياس. قياس وحجم. جبر بحكي عن التغير والمتغيرات والعلاقات والأنماط. هذا اسمه جبر. هذا اسمه إيش؟ قياس. طيب اللي بعده. مثلث في ضلعين طول كل منهما 5 سنتي وقياس إحدى زواياه 60 درجة فإن طول الضلع الثالث يساوي يلا إيش الاستراتيجية راح تستخدمها لما تحلي هذا السؤال لا قبل القانون بدك ترسمه تخيل الشكل كيف صاير تخيل الشكل كيف صاير أنت عندك مثلث كويس في ضلعين متطابقين واحدة من زوايا ما قلت لك من هي أي واحدة منهم قياسها 60 واحدة من زوايا قياسها 60 نفترض إنه هاي 60 إذن إيش نوع المثلث متساوي الأضلاع مو إذا طلعت هاي 60 إذا تطلع هاي 60 وتطلع هاي 60 إذا طلع هذا قدهم إذا قديش طول الضلع الثالث 5 سنتيمتر سلام إيش؟ رسم الشكل وقانون رسم الشكل وقانون حطيناهم مع بعض وحلينا عرفت كيف هيك المسائل هاي هي مسائل تفكريش في درس اسمه استراتيجيات حل المسألة في شيء اسمه درس اسمه استراتيجيات حل المسألة هذا هنت يعني بس مجرد إنه بعطيك كيف أفكار ممكن تفكري في السؤال ممكن يجينا سؤال مثلا اشرح الاستراتيجية ممكن أقول لك احكي لي شو الاستراتيجية اللي استخدمتيها أنت بتحلي عادي أثناء ما حليت إيش استخدمتي رسمت شكل سويت قانون يعني بس استراتيجية هذا بس عكس يلا زاويتان متجاورتان مجموع قياسيهما يساوي 180 درجة إذا كانت إحداهما حادة فإن الأخرى أكيد بدأ حكي هاي وسهل جدا تدلل عليها يعني سهل جدا تدلل عليها إنه هذا الكلام طيب اللي وراها شو بقول لكم يبلغ سمك ورقة 1 ملليمتر ورقة سمكها قديش شوفي طبعا دائما مفتاح الحل الفهم والفهم يعني تحديد المعطى والمطلوب بالأول فكري إيش اللي أعطيتك إياه أي مما يلي يمثل ارتفاع حزمة من الورق مكونة من 600 ورقة هذا بيدخل ترى من ضمن التقدير بيدخل بالقياس والأعداد مع بعض بيطلع 60 سنتي إذا هذا سؤال على أنو درس على القياس صعب هذا الحكي إذن الواحدة 1 ملي إذا بيطلع 600 ملي بدل ما أقول لك حول 600 ملي لسانتي شايفي بدل ما أقول لك حول 600 ملي لسانتي قلت لك إيش بيطلع طولهم بالسانتي شو بيطلع 60 إيش 60 سانتي أكثر من نص متر ولا أقل من نص متر أكثر من نص متر كويس يلا لي وراه إذا كان الوسط الحسابي لعلامات 40 طالب إذا كان الوسط الحسابي علامات 40 لعلامات يساوي 40 هي لازم هيك اللغة يعني شوي فيها هنا نقص إذا كان الوسط الحسابي لعلامات يساوي 40 للعلامات خاصة كان الوسط الحسابي للعلامات 40 يعني مشان احنا نقول نفصلها يساوي 40 عدلت كل علامة حسب العلاقة صاد يساوي 2 سين ناقص 10 كيف يعني؟ يعني الأستاذ أجل شو سوى؟ مسك كل علامة ضربها باثنين وشال منها 10 نقص 10 الوسط الحسابي تاعهم قديش؟ 40 راح لكل طالب من الطلاب ضرب علامته في 2 ونقص 10 الوسط الجديد قديش بيكون؟ بنعوض محل سين بتعوض محل سين 2 في 40 80 ناقص 10 70 إذا الوسط الجديد بيكون 70 عوضنا محل علامة
عوضي بس الوسط الجديد محل سين، لأنه هذا دل أن الوسط الحسابي يتأثر بالضرب والجمع والطرح والقسمة. يعني إذا دخلت أي عملية حسابية على البيانات بتغير الوسط الحسابي بناء على التغيير اللي سويتيه. نعم، بظله محافظ على العدالة، لكنه ما بيحافظ على الرقم، ما بيحافظ على الرقم. عرفتي كيف؟ يعني ممكن الرقم يتغير، بدل ما نقول 40 بصير 70، بس 70 زي 40. عرفتي كيف؟ بظلوا نفس المستويات لكنهم بيختلف القيمة، الرقم بيتغير. يلا ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة لما تخطأ من العبارة في كل مما يلي: لا يتطلب التفكير فوق المعرفة قيام الطالب بعملية إدراك وضبط ذاتيين لقدراته المرتبطة بحل المسألة. ما بدها شطارة، هي من الحالة قايلة لا. تعرفوا الفوق معرفية اللي يسموه العقل الباطن، يعني أنت قاعد بتفكر داخل ما وراء المعرفة، مش شيء الملموس. بالضبط، عملية التفكير نفسها هذه عملية لا يمكن الحديث عنها بسهولة. مش بسهولة أنا بقدر أحكي لك كيف تفكر، فأنت بصير شغلة بعدين بصير زي عادة، يعني الواحد كيف يفكر. وفق المنهج الأمريكي يعد حل المسألة أحد معايير مرتبطة بالمحتوى الرياضي. صح. المحتوى الرياضي في إشي اسمه حل المسألة؟ جواب لا. لا المحتوى الرياضي عناصر، المحتوى الرياضي هي ندرسيها اللي هي الأعداد والعمليات عليها، الجبر، الهندسة، القياس. طيب هاي مش من ضمنها، هاي من ضمن العمليات، هاي من ضمن العمليات، معايير العمليات. في عندي معايير العمليات، معايير المحتوى، في عناصر المعرفة الرياضية، هذول مهمات وبرد بنعيدهم بالطرق وبنسأل عنهم في الطرق. يسهم تدريب الطلبة في إجراء بعض التعديلات على المسألة المعطاة في تنمية قدراتهم على حل المسألة. يعني أنا أدرب الطلاب إنهم يصيروا عدوا على المعطيات وعلى المطلوب، بخلي إنهم يصيروا عندهم قدرات في حل المسألة أحسن. طبعا ينص مبدأ التعلم على أن الطلاب لا يستطيعون فهم الرياضيات. في من مبادئ الNCTM حكوا عن مبدأ التعلم أنه يستطيعوا فهم الرياضيات. إذن هذه العبارة خطأ. النظام الفرنسي في القياس يستخدم المتر. صح. أصلا النظام الدولي هذا هو نظام فرنسي، نظام المتري نظام فرنسي. ليش قلت لكم شوي احفظوا بس المتري؟ لأنه هو هذا النظام العالمي المعتمد. النظام الإنجليزي اللي هو الباوند والأونصة والذول، أو النظام الأمريكي اللي بيستخدموا الهكتار، يعني مش كثير بين الناس نحفظهم كلهم. المستقيمان المتحالفان هي المتخالفان، عفوا هاي بس حطوا نقطة هون، المتخالفان يمكن أن يجمعهما مستوى واحد. لا إذا كان مستوى واحد لا بتقاطعوا. هذا تعريف أصلا، تعريف المستقيمين المتخالفين هما مستقيمان لا يمكن أن يجمعهما مستوى واحد. يعني حفظ هاي، يعني متخالفين يعني كل واحد بجهة؟ لا، كل واحد في مستوى. يعني طلعي كيف، طلعي كيف، أنا لو راسم صندوق، طلعي لو راسم صندوق أكثر شيء بنوضحها على الصندوق، الصندوق بيكون ثلاثي أبعاد مجسم. يعني شوفي كيف أوريكي مستقيمين متخالفين هون، طلعي هذا المستقيم موجود في أنه مستوى، موجود يا إما في المستوى اللي هون على الجانب يا المستوى اللي فوق. مزبوط. طيب لو جينا أخذنا هذا المستقيم، شفتي هذا المستقيم، هذا المستقيم هل يمكن أن يجمع مع هذا المستقيم في نفس المستوى؟ لا. تقدر تشوفيها على الغرفة أكثر شيء، عمود طالع نازل وعمود رايح شمال جنوب، مش ممكن يلتقي. طلع زي العمود اللي هناك والخط اللي فوق، كيف بدهم يلتقوا بمستوى واحد؟ طب مثل إيش مستقيمات متخالفة في الحياة العملية؟ مستقيمات المتخالفة وين بنشوفها في حياتنا العملية؟ أو ما يشابهها يعني، الناس نحكي مستقيمات متخالفة حقيقة. هلا هذا شو تدرس الرياضيات؟ ما كل المعايير اللي بدرسها بقول لك لازم ربط الرياضيات في الحياة. طب أنت أنا مش عارف وين المستقيمات المتخالفة في الحياة؟ سهل يا جماعة، هاتي موقف عادي.
كوبري مع الشارع، النفق مع الشارع، هم اثنين عاملات هيك بس ما بتقاطعوا، ما بتقاطعوا، كل واحد في مستوى. فهمتوا يعني كل واحد في مستوى؟ بس السيارات بكون ماشية تحت بالنفق والسيارات اللي فوق ما بتقاطعوا، ما حدا بيعيق الثاني. هذول بنحكي عنهم متخالفين مثلا، هاي بسموها تخالف، هاي بسموها تخالف. وش انه متخالفين كل واحد رايح على جهة يعني. يلا اللي بعده، اذا كان الف با جيم مثلث متطابق الاضلاع، اوجد طول العمود النازل من احد الرؤوس على الضلع المقابل اذا علمت ان طول ضلع المثلث 8 سنتي. هاي مسألة، هاي مسألة بالضبط. هنا انا مضطر ارسم، يعني هو الوضع اللي عندي صاير انه في عندي مثلث متطابق الاضلاع، طول ضلعه قديش؟ 8. هاي 8. لا انت لما تيجي تحلي هذا السؤال اعملي هيك معطياتك، ارسم نزلي عمود اللي هو معنى الارتفاع، العمود النازل من الراس على القاعده، هو بده اياني كيف اطلع طول العمود النازل هذا. طبعا عشان يصير الحكي واضح بسمي الف با جيم دال، عشان لما تيجي تحكي تعرف ترمز، تحكي صح. الراس اللي فوق انا بسميه الف، الراس اللي هون بسميه با، الراس اللي هون جيم، النقطه التقاطع هاي دال. كويس. ما بعرف احكي. انا بدي الف دال بس، انا هذا سؤالي. مش في نظرية بتقول لك العمود النازل من رأس المثلث المتساوي السقفين على القاعدة؟ اذا هاي اربعة، هاي اول خطوة. خلص ايش الاستراتيجية اللي بتستخدميها؟ اللي هي الرسم مع استخدام نظريات خاصة بالهندسة. بس هذا هو، هاي الاستراتيجية. شو تفكر انت؟ أنا بدي ألف دال. أنا إذا أنا بروح أطبق القانون نظرية فيثاغورس، ألف دال تربيع يساوي، أو عفوا زائد، آسف مظبوط كلامك، لأنه هو هاي مش الوتر. ألف دال تربيع زائد أربعة تربيع يساوي ثمانية تربيع، تطلع أربعة تربيع ثلاثة ونحسبها. مجرد تطبيق مباشر يعني، فيش شيء كثير. يلا اللي بعده، يقول لك اذا كان حا واحد وحا اثنين حادثين مستقلين، انتبه تحطي 100 خط عند كلمه حادثين مستقلين على طول بعدها بجمع. اذا لام حا واحد تقاطع حا اثنين يساوي لام حا واحد ضرب لام حا اثنين ويساوي 4/10 ضرب 3/10. من وين جبتوا هذول؟ من السؤال. بيطلع 12/100. هسا التقاطع انا طلعته، هو ما طلبه بس انا طلعته. هاي كلها جبتها من كلمه حادثين مستقلين عشان قانون الاتحاد. اذا هنا قوانين، خلاص مجرد تطبيق قوانين. لا لا، هون الاستراتيجيه اللي استخدمتها انا هي استراتيجيه تطبيق قانون بس، قاعده استخدام قانون او قاعده بس. ما هو هذا مش قضية، مش هي القضية، مش هي الاستراتيجية. الاستراتيجية انك انت ايش بتسوي؟ انت بتحط انه هذا السؤال يحل عن طريق استخدام قاعدة او قانون. انا شو اللي طالبه؟ طالبه الاتحاد، لام الاتحاد. بالضبط. شوفي هي هيك الاستراتيجية، المفروض اني انا بكتب القانون بلاقي في اشي مجهول بروح بدور منين بدي اجيبه. بس يلا، لام حواحد اللي هي 4/10 زائد لام حا اثنين اللي هي 3/10 ناقص التقاطع اللي هو انا طلعته. شوف لو كتبت القانون كان 12% ما كانت عندك، فمضطر تجيبيها، بنروح بنجيبها عن طريق القانون اللي هي. خلص يلا، واللي وراها ايش؟ لام حا واحد ناقص حا اثنين ناقص التقاطع. شوف احنا في المطلبين اذا ما طلعت التقاطع مش ممكن تحلي السؤال، مجرد اعداد يعني، حطي اعداد. فسؤال سهل يعني، هذا مباشر جدا. هلا بس لو انا لازم تبني مثلا لام حا واحد ناخذ تقاطع متبنيه، هاي المتبنيه نفسها، هاي نفس قانون طلع لنا متبنيه معنا خمس ايش حط القانون. مره ثانيه، ايش القانون؟ ايش بدك اياه؟ طلب لنا متبنيه. ايش؟ اعطيني السؤال، اعطيني سؤال هيك، ما بفهم عليك انا، مش فاهم شو بتحكي. بدها المتبنيه تكون بقلب التقاطع.
لا هي تحكي اللي بدها اياه. بس انت لعبها واحد تقاطع بتسمي من تقاطع حاتين نفس دكتور نفس. وريني اشوف كيف مكتوب. بتخربط ايش القانون تاعك دقيقه بحس ايش هذا اللي تحكي انت. لا هو لما تكون متمم هون برضه. طيب خليك شوفي هذه اول شيء المنظر اللي انا كتبته قبل شوي ما في قانون عليه، ما اخذناش قانون عليه. احنا مش هيك اللي متعودين عليه المنظر، احنا متعودين هيك، متعودين انه لام حا واحد ناقص حا اثنين بيساوي لام حا واحد تقاطع حا اثنين متممة، هيك اللي احنا متعودين عليه، اللي هو يساوي لام حا واحد ناقص التقاطع حا واحد تقاطع حا اثنين، هيك القانون، هيك اللي احنا اخذناه. هذا اللي لازم يكون حافظه عن غيب انا، هذا هو الشطارة. هلا امسك المنظر اللي قدامي، هذا المنظر زي هذا المنظر مش بالضبط، لكن انا بعرف مثلا من رياضيات واحد انه التقاطع ابدالي ولا ما بنعرف؟ نعرف انه التقاطع تبديلي، بقدر ابدلهم، يعني انا بقدر اكتبها عبارة عن لام حا واحد او عفوا لحم حا اثنين تقاطع حا واحد متممة، مزبوط ولا لا؟ بقدر ابدلهم هيك ولا ما بقدر؟ طبعا بقدر، لانه التقاطع تبديلي، ومدام التقاطع تبديلي اذا انا من حقي اكتبها بهذه الصورة. طيب سؤال، ما غيرت اشي انا، بدال ما اكتبها لا حا واحد متممة تقاطع حا اثنين كتبت حا اثنين تقاطع حا واحد متممة. طب هذا المنظر مر علينا؟ الجواب نعم، ايوه تحت اللي هو هذا نفس هذا. اذا شو القانون اللي بنستخدمه؟ لام حا اثنين ناقص احتمال التقاطع. ما هو اللي بيجي بالاول هو اللي بحط، اللي ما عليهوش متممة بحط، اللي ما عليهوش متممة هو اللي بحطه بالاول، هي هيك الفكرة تبعتها. هذا زي في سؤال بالورق العمل كأنه امتحان قبل الفصل. نعم في سؤال زي هيك. اكيد يعني هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، يعني هذا سؤال شرعي للإنسان لانه بسيط جدا، يعني انت بس انه بتلعب فيه، يعني انا ما بدي اياك تكوني حافظ القانون بس صم زي اللي بسمع، انا بدي احفظ روح القانون تفهم المعنى تاعه. فاذا ما كان المعنى الكلام هذا انه اذا ما كان القانون معطى بصورته المثاليه شو مضطر انا اسوي؟ العب فيه، اغير شوي حتى يصير على شكل الصوره اللي انا متعود عليها. طيب خلينا نشوف السؤال اللي قبله هذا. شوفي هاي، اذا اخذت الفئه 32 و36 من توزيع تكراري فما الحدود الفعليه لهذه الفئه ومطول هذه الفئه؟ 32.5 31.5 31.5 هذا بسموه ايش؟ الحد الادنى الفعلي. هاي الادنى الفعلي، و36.5 شو هو؟ حد اعلى، حد الاعلى الفعلي. قديش طول الفئه؟ طول الفئة ليش تقسمها اثنين؟ لا 36 ما بدي اجيب المركز. 8 4. انت بتجاوب على سؤال المركز، انا ما سالت عن المركز، انا بسال عن طول الفئة. طول الفئة 4 ولا 5؟ 6. يلا ما هو بتحير هاي 4 ولا 5؟ مو يا 4 يا 5. حسب، ما هو لا الفئة الفعلية ولا طول الفئة. في شيء طول الفئة فعلية، ما اخذناش شيء اسمه طول الفئة الفعلية وطول الفئة، في شيء اسمه طول الفئة. ده 4 اصلا مش موجودة، 36 ناقص 31 5. 5. طول الفئة 5. طب ما في طول الفئة 32 و36 بيطلع 4 يساوي 5. انا بحكي لك كيف تنقرأ، ترى كيف تنقرأ على الجهتين بيطلع 5. هو الصحيح القانون طول الفئة يساوي الحد الاعلى الفعلي ناقص الحد الادنى الفعلي، هيك القانون. لكن لو بدنا نفهمها على طريقتك انت، 32 عدي معي 32 33 34 35 36 5. لأنك يعني أنت بتعد 32، يعني لو واحد جاب 32 بعدها في هاي الحالة في الكتابات، فهو طول الفئة قديش؟ 5. طيب الحد الأعلى الفعلي ناقص الحد الأدنى الفعلي، عشان هيك أنا طلبت منك بالأول طلع الحد الأعلى الفعلي وحد الأدنى الفعلي عشان طول الفئة مرتبط فيهم.
تطرحيهم مع بعض بعطيك طول الفئة. القانون هيك ممكن الغرفة مثلا إذا أجل دعائم ما طلب أنت طلعيهم. آه لا قصدي هيك ممكن ننغر فيها. آه. رح ننغر فيها يعني. يلا مو كل الرياضيات هيك. يعني كلها تركات بس تركات خفيفة هاي مش تركات فكروا شيك الرياضيات هاي مش خفيفة؟ لا إذا هيك مشكلة خفيفة كثير هاي. آه تعتبر المساواة إحدى المبادئ الصادرة عن المجلس القومي لمعلم الوطن الأمريكي. ما هي الأسس التي يقوم عليها هذا المبدأ؟ هذا حفظ الفروق الفردية. آه بالضبط هو بيتكلم عن الفروق الفردية والعدالة وعن إنه الجميع يستطيع أن يتعلم الرياضيات تكافؤ الفرص لهم تقديم الرياضيات للجميع بنفس توجيه الأسئلة للطلبة بنفس المستوى مش إنه والله تطلع على الذكور أكثر من الإناث مثلا أو العكس أو الطالب الممتاز تعطيه اهتمام والطالب الضعيف. بالضبط. يلا اللي وراء أسطوانة دائرية قائمة نصف قطرها نصف قطر قاعدتها عفوا 14 سنتي وارتفاعها 15 جت الحجم هذا مباشر ولا في فكرة حتى شو القانون تاع الحجم؟ حجم الأسطوانة يساوي باي نون قاف تربيع في الارتفاع. اليوم مساحة القاعدة هاي اسمها باي نون قاف تربيع اللي هي مساحة القاعدة. القاعدة دائرة. أيوة في الارتفاع. أصلاً هي يعني قانون الحجم بشكل عام هو عبارة عن إيش؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. إن جنرال إذا كان الشكل منتظم كامل أما إذا الشكل عامل زي مخروط أو هرم لا بيكون ثلث حجم الشكل المكافئ له. يعني المخروط جاء من وين؟ جاء من اسطوانه والهرم جاي من صندوق اللي هو من المتوازي المستطيلات فبيكون ايش ثلث الاسطوانه المشتركه معه في القاعده ونفس الارتفاع. على العموم اي تطبيق قانون مباشر يعني بس نحط باي باي لا تحطوها 3.14% ولا تحطوها باي خليها باي خليها باي. اه نصف قطر قاعدتها 14 بحط ضرب 14 تربيع ضرب 15 وعلى آل الحاسب يطلع الجواب وبضرب مجهول باي خلي مش مجهول يا بنت الحلال باي مش مجهول باي عدد اسمه باي شوفي فيش فرق بين باي كرمز وبين هاي منين قال لك انه هاي ثلاث تعودي عليها بس زي ما تعودت على ثلاثة تعودي على الباي زي ما تعودت على ثلاثة تعودي على الباي الباي عدد بس فيش داعي تقول 12.7 فيش داعي تقول 3.14% على فكرة لو جبت كل سؤال صح وغلط وطيك باي تساوي 3.14% خطأ يعني تساوي تقريبا هي تساوي تقريبا فرق كبير بين اني اقول باي تساوي 3.14% وبين اقول باي تساوي تقريبا 3.14% فرق كبير هي عدد حقيقي لكنه غير نسبي. بالنسبه للمخروط هي محيط هي عباره عن القانون نص محيط القاعده في الارتفاع هيك القانون المساحه الجانبيه للراس مره مستخدم يعني هي الفكره ايش هي عباره عن نص المحيط في الارتفاع هيك القانون هسه هو كيف تجيب المحيط حسب عدد حسب السؤال هيك الفكره تبعته تركزيش عليها هاي كثير تركزيش عليها كثير يعني بتخربط بس لا تركزي عليها كثير يعني المساحه الجانبيه مش نفس اهميه الحجم المباشر لا بالذات للمخروط انا بحكي المساحه الجانبيه للمخروط لانه شوي فيها يعني صعوبه شوي من خطوات حل المساله شوفي طلع هذا السؤال من خطوات حل المساله تقويم الحل أو مراجعة الحل مش الخطوة الأخيرة دائما في أي مسألة أنك تعمل تقويم للحل أو تراجع الحل اشرح كيف يكون تحقق مساحة الحل موضحا ذلك بمثال أعطيني مثال أنت حط سؤال من عندي هذا منفصل سؤال منفصل ملوش علاقة باللي قبله يعني ممكن أجمع رقمين مع بعض رقمين بعدين أجمع كل معادلة تحب تطلع نفس الرقم الأول معادلة مثلا سين زائد 5 تساوي 12 وعوض عشان أتأكد بس هي يعني انت بتجيب السؤال كيف بدك تتاكد انه حلك صح ولا لا حطي اي سؤال من عندك اما سؤال الجمع كيف بدك تتاكد انه حل صح ولا لا بطرح
بنقسم وقسم بنضرب وإيش كمان؟ وإذا حل معادلة بنعوض مثلا. أي مثال بزبط؟ أي مثال بزبط؟ إحنا بنقول بنراجع الحل. طب كيف بتراجع الحل؟ تفكير منطقي يعني. لا سؤال صغير من الأسئلة الصغيرة فعلا. كيف تتأكد؟ تكون حله غلط مشكلة. يلا اذكر أربعة عوامل تسهم في زيادة صعوبة فهم المسألة الرياضية. إيش العوامل اللي بتخلي المسألة الرياضية بتصير صعبة الفهم؟ ليش ما نحن عارفين؟ بقول لك أنا بقول لك السؤال مش مفهوم. ليش؟ إيش الأشياء اللي بتخلي السؤال يصير مش مفهوم؟ عدم القدرة على تحديد المعطيات. ما فهمت السؤال. تقرأوا لحالكم تجاوبوا على سؤال ثاني. مش موجود في الكتاب. أنت مسألة الرياضيات هاي. انت ليش ما فهمتيهوش؟ ايوه ممتاز، لانه ممكن يكون مش واضحه اللي هو النص، لغته مش واضحه، فانا بقراه فمش فاهم ايش اللي بده اياه. يعني الغلط عندي بالسؤال مش فينا مثلا، ممكن يكون مش غلط من السؤال، يكون هذا المصطلحات انا مش فاهمها. هاي كمان سبب ثاني. احيانا عدم وضوح اللغه اللغه المستخدمه. يعني أنا أجيب لك هسه مسألة الرياضيات بالإنجليزي، بتعرف تحليها؟ لا. معناه ممكن تكون جمع. اللغة مش مدلّانج. بالضبط، اللغة مش مدلّانج، فأنا مش فاهم مش بده. طيب هاي واحدة، الشغلة الثانية. أنا موضوعي فكار، يعني هو مستخدم رموز رياضية في السؤال، أنا مش فاهم معناها. أحياناً الرمز الرياضي إذا استخدم يعني بشكل غريب، ممكن أنا ما فهمش إيش اللي بده إياه. أحياناً عدم وضوح المطلوب، مش واضح المطلوب اللي أنت بدك إياه. لا أنت جاوبت بطريقة مختلفة، انتبهي. أنت قاعدة بتقولي إنه أنا كيف بفهم السؤال؟ إنه بقرأه بحدد المعطيات والمطلوب، هاي اسمها خطوة فهم السؤال. أنا بقول لك إيش اللي بيخلي هذا الفهم ما يصيرش؟ مش عارف أقرأ السؤال، الرموز مش واضحة، ما عرفتش أرسم الشكل تاعها، ما عرفتش أعبر عن اللفظ بصورة شكل مثلاً. هاي قد تكون ممكن الوقت. لا ما لوش دخل الوقت ولا الاستراتيجية. يعني لسه ما نحكي عن الاستراتيجيات، احنا نحكي عن لسه نص السؤال وأنا بقرأ بالسؤال. أنا كيف بدي أحل سؤال ومش فاهمه؟ مش فاهم السؤال. طب ليش أنت مش فاهمتي؟ ليش مش فاهمتي؟ صيغته مش واضحة، ممكن يكون المعطى المطلوب تاعه مش واضح، ممكن في رموز غريبة علي أنا ما عادش أقراها، ما عرفتش أعبر عن المسألة بشكل رسم. ممكن أعلى من مستوى الطالب. ما فيش فهمه يعني. بيصير صعب السؤال. لا هذا موضوع ثاني. هاي أنت بتحكي عن شيء ثاني. يلا هسا خلينا نشوف. هاي مسألة قطعة أرض على شكل مثلث قائم الزاوية. إذا علمت أن طولي ضلعي القائمة هي 60-80، أوجد مساحة الأرض بالأمتار المربعة. مساحة المثلث قانون مساحة قائمة مثلث قائم الزاوية. إذن ما في شيء، يعني هو ببساطة لو جينا رسمنا رسمة زي هيك، مثلث قائم الزاوية، هذا 60، هذا 80، هاي قائمة، بدي مساحة. المساحة تسق نص ضرب 80 ضرب 60. الاستراتيجية اللي استخدمتها استخدم قاعدة أو قانون، على 2-1 على 2-40، 40 في 60 بيطلع 24، 2400 إيش؟ متر مربع أو سنتيمتر، آسف سنتيمتر مربع. لازم تحولي كل شيء نفس الوحدة، ما بصير تعملي حساب بدون ما يكون تحويل الوحدات، لازم يكون نفس الوحدة. حولي حول متوازي مستطيلات أبعاده 10 سنتي 30 سنتي 40 سنتي، جد حجمه بالسنتي مثل المكعب. يلا إيش حجمه هون بده يكون؟ طول بالعرض. إذن 10 في 30 في 40 ويساوي
ثلاث أصفار أول شيء 12 سنتيمتر مكعب. حولين اللتر ديسيمتر من حول هذا من واحد لتر بصير أو الواحد متر يساوي ألف لتر الواحد متر لا الواحد اللتر اللتر الواحد بيساوي ألف سنتيمتر مكعب. اللتر الواحد بيساوي ألف سنتيمتر مكعب. أسهل مش أحد في ديسيمتر مكعب وعمل اللتر هو ديسيمتر مكعب. اللتر واحد لتر هو نفسه الديسيمتر مكعب اللي هو ألف سنتيمتر مكعب. إذا بدك تحفظيها هيك بطريقة هاي. على الواحد لتر هو نفسه ديسيمتر مكعب. واحد لتر هو نفسه ألف سنتيمتر مكعب. الواحد لتر هو نفسه واحد ديسيمتر مكعب. بس ما فيش شيء أكثر من هيك. دكتور في كتير أسئلة بتكون بالامتحان يعني بالوقت إنه مثلاً يكون كبير وعلامات قليلة كثرة الأسئلة وعلامات قليلة على السؤال. تو نصيبكم. بتعد وقت. أنا بعرف. بتعد وقت. ممكن ما أدريش أنا أشوف الأسئلة بقول لك. لما يجي الامتحان أنا حطيتهم بس ناسي وأنت حطيتهم فمش دار شو إن الأسئلة صراحة. فأنتوا حظكم. أنتوا حظكم. بس يعني هاي من أسئلة يعني هاي بنجيب أسئلة يعني مثل هيك يعني بالأفكار هاي يعني اللي بيعرف يجاوب هاي الأسئلة وبعرف كيف أفكارها وبعرف قوانينها يعني أتوقع عليه الأمور بسيطة. هذا سؤال جبنا لكم زيه في النصف ولا ما جبنا لكم زيه في النصف؟ مباشر هذا مش شيء قانون يعني هذا المشروع صار 100 مرة بدك تكمل الجدول وتحط ال طيب قديش عليه هذا يمكن بيجي عليه 4 علامات 5 علامات وبنيجي بنلاقي الناس حالينه غلط شوف مستعينا باستراتيجيات حل المسألة. حل المسألة التالية موضحا خطوات الحل وبس. وقف كثير مش شوي. خلال السنة الأولى من حياة سمكة يزداد وزنها بمعدل منتظم حيث وزن السمكة في عمر شهر 7 كيلوغرام وزن السمكة في عمر شهرين 14 كيلوغرام وفي عمر 3 شهور 21 كيلوغرام. كم يصبح وزن السمكة في عمر 6 شهور؟ كم استراتيجية بقدر أوظف حتى حل هذا السؤال؟ كثير. فكرتي فيك نمط؟ ممتاز. فكرتي فيك قانون وعلاقة؟ بصير. رسمتي رسم؟ بصير. ما قلت لك أنا كيف تحلي، حلي زي ما في. وهنا نقطة التركيز مش الإجابة. إنما كيف فكرت فيه؟ فأنا ممكن مثلا أفكر بإني أعمل جدول. طبعا لازم بالأول أكتب المعطيات المطلوبة. لازم أكتب المعطيات المطلوبة. هون إيش بدنا نكتب هون؟ العمر الوزن. لما كان عمره شهر كان وزنها 7. لما عمره شهرين وزنها 14. لما 3 21. كملوا معي يلا. لما يكون 4 قديش راح يصير؟ شو عرفك؟ زاد 7. قاعدين بنزيد 7 النمط قاعد بيزيد 7. اكتشفت النمط معناته كمل يلا. 5 36 بزيد 7 والستة بزيد 7 42. حلينا السؤال وما حليناهوش خلص هيك شو ظل شيء. انا طالب اشي غير هيك؟ لا اكتب المعطيات شو اعطيتك شو المطلوب. الاستراتيجيه مثلا تكوين قائمه منظمه واكتشاف النمط. هذا تكوين قائمه منظمه واكتشاف النمط خلصنا. احنا ما بنتحداكم نجيبش اسئله التفكير يعني اسئله التفكير نجيب لكم. موجود. خلينا نروح على السؤال اللي انت طرحتيه اللي هو تاع الاسطوانات هذا. يعني انت معتبرتيه شيء عظيم انه انا عندي اسطوانه دائريه قائمه محطوط جوات 3 كرات محلول على الفيديو محلول حاله سابقا انا ما عرفت شوف كيف هاي كره
وأنا خليني أعكس معلش. أول أرسم الكرات، خليني أرسم معلش، تكونش رسم دقيق كثير بس ممكن يعني يساعدنا. شوفي طلع كيف، خلينا نتخن الخط شوي. عندي كرة، ثنتين، ثلاث. تخيلوا هذول مش دوائر، كرات، بس انا على يعني على المستوى بدي ارسم كرة ثلاثة بعد، فبرسم اعتبروا هذول كرات تنس، حاططهم جوا العلبة تاعتهم اللي بتكون على شكل اسطوانة زي تاعت علبة البرينجلز. نعمل هيك، وهي اسطوانة. يعني طبعا مهم ترى شغلة التماس، ان الدوائر هاي او الكرات متماسة ومماسة لسطح الاسطوانة مهم عشان ما يكون في فراغ، عشان يكون فراغ. يعني هون هاي ضاربة في طرف فوق وهاي ضاربة في طرف تحت. طيب انا بدي حجم مثلا المنطقة المظللة هاي اللي بينهم، المنطقة اللي بينهم احكي دكتور؟ اه احكي. أو شيء احكي كويس، احكي كويس. بنجيب حجم ايش؟ بنجيب حجم الكرة او كرة، حجم أيوة. الكرة ايوه، وبضربها بثلاث لانه تأكيد متساويات بالضبط. وبعدين نحط الرقم على جنب، بعدين نوجد حجم الاسطوانة والنقص. يعني هاي هي الفكرة تبعتنا، اني اجيب حجم الاسطوانة واجيب حجم الكرات ونقص حجم الكرات على حجم الاسطوانة ونقص حجم الكرات. في شيء صعب؟ لا. اذا حاء اللي حجم المنطقة اللي بينهم بيساوي حاء اسطوانة ناقص حاء كرات. طب دكتور تفرق إذا نقصنا حجم الكرة؟ عم توقع حجم الكرة رح يطلع أقل. أقل لازم يطلع أقل. منطق، ما هي جواته كيف يطلع أكبر؟ هذا بيطلع معجزة إذا طلعت أكبر. بس ما حكينا عن، فيش محيط، وأنا فيش محيط، دير بالك، حكي عن حجم جام. هسا بنشوف. انت هسا عرفت التفكير؟ يلا نبدا. ايش قانون حجم الاسطوانه؟ ايش اول شيء افتكرت فيه من جد من حكيت لي هاي الكرات، فكرت الدائره صرت نطلع حجم ونقص. انا كنت فكرت انها دوائر، انت متعود على الدائره هاي الكره انها هيك وهيك. مو انا جوا الثلاثي ابعاد بقدر ارسم هون كره حقيقيه يعني، بس على شكل دائره يعني. يلا ايش قانون حجم الاسطوانه؟ ايش هو نون قاف وايش عين؟ عين اللي هو هذا الارتفاع العمودي هذا، ونصف القطر اللي هو هذا. اذا انا قصدي عن هذا نون قاف، وهذا كله اسمه عين. طيب ايش قانون حجم الكره؟ زي ما حكى، ما هو حجم الكره بكفي واحده، احسب لي واحده واضرب في ثلاث، إذا ناقص ثلاثة ضرب أربعة على ثلاث ضرب باي ضرب نصف القطر تكعيب. طب سؤال، قديش نصف القطر تاع الكرة؟ شو علاقته بنصف القطر تاع الاسطوانة؟ لازم يكون زيه، ولأن هالكرة جاء جوا الاسطوانة ولزقة فيها كاملة، فلازم يكون نفس النصف القطر. إذا ما في داعي أعمل رمز جديد، فهمتي هاي؟ ما في داعي اعمل رمز جديد. ليش؟ لانه انت هاي الكره مش بقدر اعمل هيك نصف قطر الكره، صح؟ هيو طلعي، هذا نصف قطر الكره ولا لا؟ طب ما هذا نفسه نصف قطر الاسطواني. ايوه يعني نصف الكره نصف الاسطواني، نصف قطر الكره يساوي نصف قطر الاسطواني تماما. اذا ما في داعي تعمل رمز جديد، لو كان مش نفسه كان مضطر اعمل رمز جديد. هسه شو المشكله اللي عندي؟ المشكله اللي عندي عين الارتفاع. هسا كل شيء محطوط نون قاف نون قاف نون قاف ما عدا عين، هاي عين مشاذ شوي. ممكن انا اتطرق. نعم. قانون، قانون، قانون حجم الكره، هذا عباره عن قانون حجم الكره، وثلاث ضرب ثلاث لانه عندك ثلاث كرات. ولا دكتور الارتفاع؟ قطرهم، قطر يعني قطر الدائره
يعني شو أكتب؟ يعني ثلاث قطر دائما. طيب أنا شو بدي في القطر؟ أنا كل شيء بنصف القطر بشتغل قاعد. بنضرب بنصف القطر في ستة. يعني شو أكتب؟ ستة نوقة. نوقة. أوركيها بطريقة ثانية؟ أوركيها بطريقة ثانية. بس هاي الكرة الأولانية مش هذا قطر؟ معناته هذا نصف قطر وهذا نصف قطر. مظبوط ولا لا؟ والدائرة الثانية فيها كم نصف قطر؟ اثنين. واللي فوقها؟ اثنين. كم نصف قطر صار عندي؟ ست. إذا بدل عين؟ ست نوقاف. بدل عين بحط ست نوقاف. شو صارت المسألة؟ صارت هيك. باي نوقاف تربيع. بدل في عين راح نكتب ضرب ست نوقاف. ناقص الثلاث مع الثلاث بتشطب. هاي مع الثلاث تشطب. بصير أربعة باي نون قاف تكعيب. بطلع ستة. دقيقة شوي. السيات هاي لو نزبطها شوي هذول الجزء اللي هون. بطلع ستة باي نون قاف تكعيب. ناقص أربعة باي نون قاف تكعيب. ستة ناقص أربعة بطلع اثنين. انتهى الحل. هيها العين شو هي؟ الارتفاع هذا صح؟ طب اطلعي الارتفاع هذا. خذي بس من كرة واحدة، امسكي من كرة واحدة، هو عبارة عن نصفين قطر. طيب هاي فيها نصفين قطر وهاي فيها نصفين قطر وهاي فيها نصفين قطر، اجمعيهم اطلعوا ست. يعني العين الارتفاع هو ست نصف أقطار. ست نصف أقطار مدامه ست نصف أقطار، إذا هيك بقدر أكتبه. طب ممكن أغير السؤال، ما أقول لك تجيب الحجم بينهم، أعطيني النسبة بين حجم الفراغ إلى حجم الأسطوانة. النسبة بين، لما أقول النسبة معناته بدك تقسمي. لما أقول النسبة يعني تقسيم. حجم الفراغ 2 باي نون قاف تكعيب. حجم الأسطوانة قديش؟ 6 باي نون قاف تكعيب. مرة ثانية غيرت سؤال، حطيت سؤال جديد. النسبة بين حجم الفراغ بين الكرات والاسطوانة وحجم الاسطوانة، يعني الفراغ قديش بشكل من حجم الاسطوانة؟ هيك كان السؤال. ايوه تبي تقسمي بيطلع الجواب ثلث، لانه هاي باي مع باي بتشطب فيها واحد، ونقاف عن نقاف كمان فيها واحد، اثنين تقسيم ستة فيها واحد على ثلاث. شو يعني؟ يعني الكرات تشغل ثلثين حجم الاسطوانة. ترى هاي مهمة للي بيعملوا تعليب وبيعملوا معلبات وكذا، ما هو بهمه انه يحط اكبر كمية فقل الحجم، بيقلل عليه الكلفة بعدين. هذا المهم هاي كمان اعرف انا الفكرة تبعتها. فهمتي هاي كيف؟ بس مش ضروري يكون عندي انا في المسألة ايش؟ ارقام. بدكم مسألة؟ مسألة سهلة. واحد. مسألة. يعني هاي مثلا تعتبر مسألة. معطياتها بسيطة جدا، لغتها بسيطة جدا. اللي يستخدم الأرقام من 1 إلى 9. بالضبط. استخدم الأعداد من 1 إلى 9. استخدم الأعداد من 1 إلى 9. طبعاً ممنوع تكرار أكيد، لأن عندي 9 خانات. الأول 3 مربعات هذول اللي فوق هذول يمثلن عدد مكون من 3 منازل، واللي تحت هذول يمثلين عدد مكون من 3 منازل، واللي تحت هذول يمثلين عدد مكون من 3 منازل. بدي تجمعي لي عدد مكون من 3 منازل مع عدد مكون من 3 منازل، يطلع الجواب عدد مكون من 3 منازل. شرط تستخدم جميع الأعداد أو الأرقام عفوا من 1 إلى 9. أكيد ما في صفر. حليها. إيش الاستراتيجية في هاي الحل؟ تجري. ما لك إلا المحاولة والخطأ. جرب. يلا. يعني الفكرة هون الزبدة تاعتها إيش؟ إنه إحنا هنا في عنا إعادة تسمية. ممكن نعمل إعادة تسمية. بس لعلمكم هاي يعني في لها على الأقل 8 حلول على الأقل.
شو طلعنا قليل؟ القناه الاولى 7 يعني اقرا العدد 467 والرقم اللي تحت 300 العدد اللي تحت 352 352 بيطلع الرقم اللي تحت الجواب 9 11 7 8 اسف 819 في شيء تكرر؟ لا تأكد إذا عملت الجمع صحيحة ولا مش صحيحة مظبوط؟ في أحد بيجيب حل ثاني؟ في حل ثاني؟ ممكن نبدل عملية تبديل في حلول بقول لك على الأقل 8 في ممكن نعكس الأرقام يعني 764 على الأقل في 8 حلول حلول يعني نفس النمط هي الفكرة تبعتها إنه هون إعادة التسمية لا تؤثر على الحل في مثلا من الأسئلة المشهورة في الرياضيات مثلا إنه أنا أعطيتك لوحة مقسمة إلى مربعات 2x2 كويس هيك من يقول لي كم مربع فيه باللوحة كيف طلعتيهم 5؟ 4 صغار و1 كبير. ممتاز. طب لو كانت 3x3 عفوا مش هيك كانت هيك كم مربع هون؟ لا 15 كيف؟ هذا مربع طلع كيف؟ كم السلام هذا مربع كيف حياك كل الأزار عندك وديت لك كتاب عشان دكتور عايد منهم شو ماله؟ ثلاث شو عمال تربية خاصة لهسه مش مسلح شو مش مسلح بقول طب احكي للطوارئ كيف حكيت معه مرتين ثلاثة وبقول لي هسه وبكرة وبعدين طبعا ما عملوا لسه أسئلة قد ما طلبت منه مش وديت الأسئلة معه قلت له عملها قبل طوارئ وديت له دكتور طوارئ خذ السيسي وديت له مجموعة شغلات يمنع على الامتحانات على الأوراق انت حملت الأبد بعد وشت ورجعت له اياه وانت حملها اسبوعين وانت في ايدك رجعها زي ما هي يفكر بس فقدتش وراه انا شو فهو شيخ هذا شيخ يقولوا كذا شيخ عليه كتبت انه عدم تكليفه في اي شيء مستقبل بكلفه هو بيتابعه انا مش مستعد احكي معه راح اشطر رقمه من عندي هذا مش دكتور الاعاده فاتت يا سيدي وديت لك سيسي خلاص بس انا بفضل انك انت كمان تحكي له ثلاث مواد هسه اذا تحت عرفه فضيحه يلا شوفوا كيف هون لو من لا استخدم الالوان بتبين اكثر بتبين اكثر لحد هسه كم واحد طلعنا؟ ممتاز من هذول ابو اثنين اثنين باثنين مظبوط هيك تمام الامور طيب لو اعطيتكم لوحة الشطرنج كم مربع فيها؟ 360 لا ما بدي جواب انا ما بدي كم بالعدد بدي استراتيجية تفكري فيها لا مش طبيعي هاي مسألة هون اسمها مسألة هون بصير اسمها مسألة ليش؟ لأنه أنا بدي أطلع زي قاعدة أو قانون أحل أي شيء من هذا النمط إذا هون أطلع كيف الاستراتيجية راح أتبعها راح أحل سؤال أسهل اللي هو 2x2 بعدين بحل واحدة أصعب شوي 3x3 بعدين بحل واحدة شوي بطلع 4x4 2x2 قديش قلتوا لي قديش فيها؟ 5 مربع وهاي؟ 15 مربع عندك ناس تدري خاصة بتحكي لي أنا أحكي لك للطوارئ أنا برضه أحكي لي ليش؟ لما بتلاقوش تدري خاصة حمود أحكي للطوارئ أنا مش أنا اللي بعين يعني ما هو ما أقول لك أحكي للطوارئ مش أنا اللي بعين أنا ما بعين أنا ما لي دخل بالتعيين أنا ما لي علاقة بالتعيين نهائي خلينا نشوف مين
طيب اللي بعديها ايش راح تكون؟ لما تكون 4 ب 4 قديش بتكون؟ اكثر من 10 25 ما بعرف اديهم بقدرش اجاوب الا لما عندهم كم كم لازم يكون النمط موجود عشان انا اطلع قاعده على الاقل ثلاث على الاقل ممكن اطلع نمط اه كل ما زاد بيكون احسن كل ما زاد بيكون احسن عرفتي كيف الفكره هاي مسائل هاي مسألة أما مش تقولي لي هذلاك مسائل شو هذلاك في المسائل قانون هذه كيف بدك تطبق على القانون ما جبناش شيء ولا هي حتى في التربويات بالرياضيات في التربويات الرياضيات ما بنعتبرها من مستوى التطبيق ها لأنها مش من مستوى التطبيق تجاوزا بنحكي بنطبق بس هي مش تطبيق التطبيق هو توظيف المفاهيم والتعميمات المألوفة في حل مسألة جديدة ما مرت ما عديته انا ما بعرف عديته متاكد انه صح اه يعني على حسب علمي مو حسب علمك بيطلع غلط بلكي بيطلع غلط انا القصد هنا مش الجواب طلعي ركزي معي القصد الاستراتيجيه كيف انا فكرت فيها كيف فكرت فيها في مساله مشهوره جدا مثلا من المسائل المشهوره بقول لك يعني واحد عنده 81 بقره كويس 81 بقرة مرقمات من 1 لـ81 البقرات ما يأخذ أرقام من 1 لـ81 البقرة اللي رقمها 1 بتحلب كيلو البقرة رقمها 2 تحلب 2 كيلو البقرة رقمها 3 تحلب 3 كيلو وهكذا البقرة رقم 81 بتحلب 81 كيلو لعنده أنا في كلام مش واضح واضح آه. لا لا مش من الكتاب في لا هذيك بس على شكل إشي شبيه شجرة نخل نفسها زي نفسها أوكي الآن أنا بدي أوزع 81 هذول على 9 أشخاص 81 تقسيم 9 تسعة كل واحد يطلع له 9 بقرات مبيني هاي 81 بقرة على 9 أشخاص كل واحد يطلع له 9 بقرات بس أنا بديهم كلهم يطلعوا نفس كمية الحليب هاي مشكلة ممكن أعمل محاولة وخطأ للصبح ما بخلص في حل سريع لا مثلا لا لا المعادلات هنا ولا إلى دخل ولا إلى دخل رسم ممكن تعمل رسم بس كيف بده يحلك الرسم كثير صح طيب والحل اللي هي 12-22 هي نوع من الترتيب هي نوع من الترتيب ففي في طريقه هي جداول لازم تعمل جداول في طريقه يعني مثلا هون بتعتمد الواحد على خبرته في حل المسائل يعني انا مثلا بعرف من الاشياء اللي مشهوره جدا في تاريخ الرياضيات واللي برعوا فيها علماء المسلمين بشكل رئيسي اللي بسموه المربعات السحريه سمعتوا فيها المربعات السحريه المربعات السحريه مثلا لو كان انت عندك مربع 3×3 تستخدم الأعداد من 1 لـ9 بحيث أنه يطلع المجموع في كل عمود في كل صف وكل قطر نفس العدد نفس الجواب تعرفوها كانت جيم يلعبوها جيم بس أنا بدي أقول في إلى حل نمط يعني أحل فيها أكيد في إلى نمط طلعي نمطها كيف أنا إيش أحط الأعداد من 1 لـ9 شوف الطريقة اللي راح أشرحها ما تصلح بس من 1 لـ9 لأي أعداد متتالية يعني إذا بدك تحطه مش 1 لـ9 بدك تحطه من -1 لـ -9 بدك تحطه من 22 وامشي 9 خانات 9 أعداد يعني أي 9 أعداد متتالية طلع النمط اللي راح أمشي فيه أنا بشرح هسه قاعد مش قاعد بقى يعني بقول لكم كيف بدي أحل المربع السحري بتحطي أصغر عدد عندك في القائمة بتحطيهم بالنص الاستراتيجية اللي راح أمشي عليها راح أمشي قطري بهذا الشكل ركن شمال شرقي بمشي دائما شمال شرق فاهمين شو بحكي يعني رقم 2 وين لازم اكتبه لازم اكتبه هون يعني تمشي هيك قطر شايف السهم كيف يعني بدي اكتب رقم 2 وين اكتبه تمشي هيك بالسهم باتجاه هذا شمال شرق طولي بالك
الآن إذا في خانة فارغة هون بكتب اثنين، وإذا ما في خانة فارغة بحطه في آخر الصف أو آخر العمود. أجل أنا استراتيجيتي هيك دائما بمشي شمال شرقي، فهمتيها شمال شرقي كيف؟ إذا في خانة بعبي، وإذا ما في خانة هاي اثنين ما في خانة هون بنزل لآخر الصف أو آخر العمود. أنا سواقف رأس عمود، إذا بكتب في آخر العمود. طب ثلاث وين بدي أكتبها؟ بدي أمشي شمال شرقي، هاي المشيت، إذا لازم تكتب ثلاث هون. بس ثلاث ما في خانة تكتب فيها، بروح بكتبها بآخر الصف. الأربعة لازم تكتب هون، طلعي كيف؟ الأربعة لازم تكتب هون. بس هاي القاعدة الثانية الآن، إذا كانت الخانة مشغولة نكتب تحت آخر عدد وصلنا له. إذا الخانة مشغولة، إذا الخانة مشغولة بكتب تحت آخر عدد هني قاعدتين، بمشي شمال شرقي، في خانة عبي، ما فيش بتروح على آخر الصف أو على آخر العمود. هاي القاعدة رقم واحد. القاعدة الثانية، إذا كانت الخانة مشغولة تكتب تحت آخر عدد وصلت له. إذا هاي أربعة. خمسة وين راح تنكتب؟ بالنص. أكيد، لأنه هيو شايف كيف؟ الستة هون أكيد، شوف هذول تعبين ما سويت إشي. السبعة وين؟ كمان بدك تطلعي هون سبعة. اثنين مشغولة. بدها تيجي هون. أيوة هون تحديش. الثمانية هون، التسعة هون. الآن اجمع أفق عمودي قطري زي ما بدك، بتلاقيه بيطلع الجواب 15. فكنا نعمل على واحد وثمانية. هات نسوي. تسعة. بدك تعمل تسعة في تسعة. آه تسعة في تسعة. يلا. يلا هات نعمل تسعة في تسعة. نفس القاعدة. لا مش إن شاء الله مليون في اليوم، هاي القاعدة بتمشي بس لما يكون المربعات عددها فردي. ثمانية يعني تسعة في تسعة، سبعة في سبعة، ستة في ستة، عفوا خمسة في خمسة، لكن ما بتزبط زوجي، ما بتزبط القاعدة هاي، بس بتزبط لما يكون فردي. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة، تاع البقرات بنعمل 81 مربع. ستة صعبة هيك. سبعة بصغرهم اليوم سبعة. ثمانية هاي تسعة. عديهم هذول تسعة ولا لا؟ هاي بس بالفردي، هاي أحداث بس للفردي. لما يكون مثل هيك سبعة في سبعة مظبوط، تسعة تسعة مستطيلات، عشرة عشرة بدنا نمسح واحد إلى عشرة. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مظبوط، لازم نمسح واحد منهم. لا لا يعني أنا لو بدي أجيب مثل هيك بتضيعه ده وقت يعني. لا بجيب لك أشياء ما شفتيهاش. أجيب لك أشياء ما شفتيهاش. وهيك تسعة. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، هاي سبعة، وهي ثمانية. هيك صارن تسعة بتسعة. شوي هني لو بتعرف لو مسويات المربعات بشكل أحسن بيطلع ألطف كثير. طلعي هلأ كيف بدنا نيجي؟ وين العمود الوسطاني؟ هياته واحد اثنين ثلاث أربعة، هاي الخامس هنا واحد. كيف كيف؟ بتحطه بالنص الوسيط، هذا هو الوسيط. يلا هاي اثنين، هاي ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، لا في غربطة هون، 12، 13، لا مزبوط، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. دكتور لا 16، لا 16 دكتور. 13 14 15 15 16 آسف هون 16 راح تيجي هون 16 17 دقيقة خلني امسح امسح هلا 16 خربطنا هنا هيك صارت صح 17 18 هاي مشغولة تحتها صح؟ لا في شيء غلط لا مبلا مبلا هو 18 مزبوط لا مزبوط 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 وانت ماشي هيك 31 32 33 34 بس انا بتعرفي لان المربعات عندي مش منتظمه ممكن اكون خربطت شكلي خربطت شوفوا احكي لكم قاعده كمان وانت بتحلي فيها بتلاقي قاعده ان احنا بنعمل ايش 9 في 9 اي عدد مضاعف 9 بتلاقي لازم تكتب تحته هاي قاعده يعني من هون بعرف اني خربطتها بس لو مشيت بهاي الطريقه بتزبط ولا ما بتزبط طيب ممكن واحد يفكر ما بعرفش المربعات السحريه انا ممكن اجي اوزع هيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدين انزل هيك 10 11 12 13 14 يعني امشي بالعكس عارف ليش مره بعطيه اقل مره بعطيه اكثر يعني اعطيته واحد راح اعطيه اكثر معقوله اكثر يعني القصد من الكلام انه ما بتنتهي يعني هاي طريقه طرق التفكير ما لها حد وهي لازم محدوده مش بطريقه طريقتين 10 لو تعلمتهم بصير بعرف افكر مش بالضروره طبعا كل ما كان عندي كفاءه معرفيه اكثر كل ما انت حافظ قوانين اكثر كل ما انت عارفه معلومات اكثر كل ما كان اسهل طبعا انا بدي اسال سؤال اسالي